فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. فاصبر لحكم ربك ولا كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن
وَمَا